السلام عليكم، بنرحب فيكم في المحاضرة الأولى لـ Smart Systems and Cities. هذه المحاضرة في الأساس اللي بنعمل فيها بنعرفكم على إيش بنقصد بالـ Smart System، كيف الدنيا تغيرت في العالم في هذا المجال. إذا طلعنا حاليا more than half the world's population lives in city، كل الناس على البشر على ظهر هذا الكوكب بروح على وين، نحو يميل حاليا نحو التمدن، يعني الناس بتنتقل من القرى ومن المناطق الريفية إلى أو من البوادي إلى العيش في المدينة، لأنه بالفعل بنطلع فيها المدن توفر حياة اقتصادية أفضل، توفر وضع اجتماعي أفضل، توفر فرص تعليم كلها وخدمات أفضل. فلهذا السبب بنلاقي العالم حاليا يميل نحو التحضر والعيش في المدن. تقريبا 70 مليون يعني سنويا بتوجهوا من المناطق الريفية إلى المناطق المدنية. طبعا هذا بحط demand for services in the urban areas، يعني هذا بيصير انه الخدمات اللي بتوفرها المدن صار عليها طلب متزايد، والطلب هذا exponential يعني بيزيد بشكل ملحوظ كل سنة عن سنة. الآن التكنولوجي leveraging technology improve service delivery and efficiency however fully embracing these innovation brings benefits. توظيف التكنولوجيا هيحسن من إيصال وكفاءة الخدمات المقدمة. There is a growing need to deliver more services in a more efficient and effective way with limited resources. عادة إدارات المدن ما عندهاش ميزانيات مفتوحة، فلهذا السبب في عندها الموارد المتاحة إلها محدودة، فهي بدها تقدم بهذه الموارد المتاحة سواء البشرية أو المادية أو الفيزيائية الخدمات بكفاءة عالية، وهذا بيعمل ضغط على رفع مستوى الكفاءة بشكل عام. City need to innovate and create new tools and approaches. الآن ما إن إحنا قاعدين بنحكي على المدن وكيف إحنا بدنا إياها يعني تتحسن في تحسن عملية توصيل وكفاءة الخدمات، فلازم تكون في عندها ابتكارات وطرق خلوقة وأدوات يعني ابتكار أدوات جديدة وطرق جديدة للتوصيل لهذا في هذا المجال. Smart cities foster innovation by bringing together through technology, people, business, organization, things and system. طيب المدن الذكية ايش بتعمل؟ فوستر يعني هي بتيش تتبنى او تقلب، يعني فوستر انوفيشن تتبنى الابتكار والابداع. برينجينج توجذر اللي هي بتجمع مع بعض، بتولف مع بعض التكنولوجيا، الناس، الشركات، المؤسسات، الأشياء والأنظمة، يعني بدنا كلها تمشي يعني في توليفة مع بعض بحيث إيش تتناغم في مهماتها وفي وظائفها. Smart cities implement several interconnected and interoperable elements that include a smart hub, data platform, Internet of Things, and robust and resilient technology infrastructure, especially critical in times of severe weather with high speed communications. الآن المدن الذكية احنا بنتكلم فيها العالم بهاي يعني بتشتغل على element، يعني الحاجات اللي بتسويها في عندها أنظمة ذكية. الأنظمة الذكية هذه في إلها مكونات، المكونات Smart City Hub يعني في مركز ذكي للمدينة، Data Platform البيانات هذه في إلها منصات، المنصات هذه سواء نحن بنتكلم حانا على البيج داتا، انترنت اوف ثينجز شبكات الانترنت اوف ثينجز هذه برضو من الشغلات اللي بتوظفها، روبست اند ريزيليانت تكنولوجي، التكنولوجيا اللي عندي هاي بتقاوم ويعني خليها مقاومه
وبتتحمل الضغط خصوصي في أوقات الأزمات. أوقات الأزمات زي إيش؟ زي حاليا احنا بنتعرض لها اللي هي الجلوس في البيت. هذا كورونا أجبرت الناس على العمل من بيوتهم أو التواصل من بيوتهم أو التفاعل من بيوتهم. الآن هذا عمل ضغط كبير على شبكات مثلا الإنترنت الموجودة. هذه الآن شبكات الإنترنت بدك تقدر تقوم كل الخدمات المطلوبة منك في هذا المجال، في هذا الحدود. يعني حاليا مثلا لو كطلاب في الحين هيكم بتكونوا شبكة مجموعات الواتساب، بتكونوا مجموعات الفيسبوك البوك، بنعتمد على المودم. الآن أنظمة التسجيل أنظمة هاي لازم تبقى متناغمة. الآن يمكن المشكلة اللي بتواجهنا كجامعات مثلا مشكلة الدفع. طب الطالب الآن بيسجل بدفعش، طب هذه كيف بدها تكون؟ الأصل الأنظمة اللي عندي بتستقبل كل هذه المشاكل وبتحلها. الآن نفس الشيء لما تصير عندنا الأزمات الناتجة عن تقلبات الجو، سواء الأعاصير، البراكين، موجات الحر، موجات الثلوج، هاي كلها لها تأثير. الآن إيش مطلوب من عندنا برضو عشان نتغلب عليها؟ High Speed Communication Networks، يعني بلزمنا شبكات اتصال عالية السرعة. وهذا المطلوب عشان تقدر تجمع هذه الديتا وتقدر تعملها اناليسز وتقدر تقدم الخدمات المطلوبة منها. يعني بشكل عام مش لازم ولا إشي يتوقف في أي لحظة من هذه اللحظات. وهي صورة بتقول لك الطيران بده يطير، الأقمار الصناعية شغالة، المواصلات شغالة، كل إشي عندي في حياتي هو ماشي بشكل متناسق في هذا المجال. الآن السمارت سيتيز مش لازم تكون بس هاي تك في كل حاجة، يعني مش لازم تبقى يعني مدن حديثة. مدن قديمة ممكن تتحول إلى هاي تك، والنماذج المدن الأوروبية كلها مدن قديمة جدا فهي في التحول نحو الهاي تك. طيب الهاي تك يعني في كل تتدخل في كل مناحي الحياة. لما نتكلم عليها بنتكلم مثلا سيتي بايكس ابليكيشن، ابس اند تاون، اس او اس انفورميشن اللي هي النجدة، بيل تانكس، تو اوبن داتا اوف ذا سيتي. الان لما انت بدك تطلع فيها زي ايش؟ يعني يمكن قبل فترة بعرفش اذا حدا فيكم سمع، كان بعض الفلسطينية طالعين في، يعني هم بسوقوا بسكليتاتهم طالعين في زي رحلة رياضية في الضفة الغربية بيمشوا. الآن هو شغل برنامج لأهل البسكليتات، البرنامج هذا عالمي، فهم ماشيين فجأة طلعوا لهم المستوطنين في منطقة وهاجموهم، كانوا 2 إخوان. فهو بيقول لك انا يعني بستخدم يعني الابلكيشن بحدد لي ايش افضل الطرق لاسلكها كرياضي راكب بسكليت. الان هذه ما اخذتش في الحسبان الامور الثانيه. ففي العالم حتى لو انت مش عارف وين رايح، هذه الابلكيشن بتسهل عليك. انت لو رحت لمدينه جديده وبدك تتحرك فيها، الابلكيشن تبعت المواصلات هاي بتقول لك ايش تاخذ وين تروح وين تيجي. الاي او تي مثلا خلينا نقول تراش كانز، يعني عاده اذا بتلاحظ سياره البلديه لما بتلف تلم القمامه، الان احيانا لها خط سير، في خط السير مش كل الحاويات مليانه او بدها شيل هذاك اليوم. فلو الحاويه المليانه هي بتعطي اشاره، او الحاويه الفاضيه بتقول الاشاره فيها انها فاضيه، معناتها السيارة بتقدر توفر في البنزين وفي الوقت في المرور على هذه الحاويات وأخذ الحاويات المليانة فقط. هذه بعض الابليكيشن اللي بنتكلم فيها. السمارت موبيليتي زي ما حكيت، لو أنت بدك تتحرك في منطقة أو في مدينة بتعرفهاش، فأنت بدك خارطة تدلك إيش تاخذ وإيش الطريق اللي تاخذها، أقصر الطرق، أسرع الطرق، أقلها تكلفة، من الأوقات اللي بدك تمشي فيها قديش بتاخدك وقت. كل هذه من الشغلات اللي الواحد بتطلع فيها في هذا المجال وبدخل عليها. فهذه شغلات زي ما حكيت من الأمور اللي الكل بتطلع عليها.
Smart City Campus Innovation Area to promote synergies and innovation and urban solution. طبعا هذا في لهذه الخدمات في بروموشن لهن، يعني تشجيع عليهن، هذا تشجيع بيترافق ليش؟ لانه في الاول وفي الاخر انا بدي احط خدمات من هيك بدي الناس تفكر فيها. يمكن الفيديوهات الثلاثة اللي قلت لكم تفرجوا عليها، القصد منها كان تفتح لكم الافاق في ايش احنا او كيف العالم ماشي في هذا المجال، وبتقول لكم ايش يعني وين احنا رايحين فيه. بناخذ بريك الان وكمان شوي بنرجع لنكمل في هذا المجال ان شاء الله. يعطيكم العافيه.